تعالى شوف حنة شيماء، قصدي مؤتمر سيادة المستشار داخل نادي الزمالك. مع احترامنا للسيدات اللي انت شايفهم قدامك دول، ولكن هو ده ملخص المؤتمر الصحفي اللي حصل امبارح في نادي الزمالك. هتقولي الجمهور استفاد ايه من المؤتمر ده؟ ولا حاجة. الاعلام والصحافة قدموا ايه من المؤتمر ده؟ ولا حاجة. هو نفسه كسب ايه من المؤتمر ده؟ ولا حاجة. كله بلح. باختصار هي كانت حنة شيماء، مع احترامنا لكل اللي اسمهم شيماء. لايك وشير، اللي جاي كتير.